ليه سبتني اشوف الموت بعيني؟ وايه اللي حصل لي على المركب ده؟ بعض من دواب الارض المؤذيه جايين في صوره بشر. الصراع ابدي بين الخير والشر، وهيفضل موجود طول ما الحياه مستمره. حكمه ربك. اسمع كده، ربنا بيقول ايه لستنا ام موسى؟ فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. الله. ام خايفه على طفلها الرضيع، يوم يقول لها ارميه في البحر، البحر اللي هو ابو الغموض والمخاوف. عرفت بقى ان تجربه البحر على قسوتها كانت امن مكان ليك. ربنا مش بيجهز حد للمهام الصعبه بالكلام النظري، محدش بينضج ويستوي الا بالتجارب الصعبه يا جودة.